وي بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور محمد أديب الشقيلي، اختصاصي في أمراض وجراحات العيون منذ 30 سنة، 15 سنة في القطاع العام و15 سنة في القطاع الخاص إلى يومنا هذا. ارتأيت أنه نظرا للنداء ديال السيد وزير الصحة والمبادرة باش نقوموا باتفاقية شراكة ما بين القطاع العام، القطاع الخاص والقطاع العام، ارتأيت أنه نظرا للخصائص المهول في التطبيب وفحص العيون والجراحه ديالهم في المنطقه ديال الساكنه ديالنا اللي هنا في سيدي عثمان، رأيت انه نقوم بهذه البادره ونعاون هاد الناس هادو نظرا للمواعيد البعيده اللي كتوصل ما بين 6 شهور حتى العام، والجراحه اللي ما كايناش في السبيطار ديال المولاي رشيد. دونك رأيت باش نقوم بهذه البادره ومشيت عند السيد المدير الجهوي لوزير وزاره الصحه ديال جهه السطات الدار البيضاء، وعطيته الاقتراح ديالي اللي رحب به بصدر واسع، وقال لي يا سيدي ما كاين حتى شي مشكل، نبداو نديرو هذا المشروع هذا ديال الاتفاقيه ديال الشراكه بيننا وبينكم. الله يجازيك بخير، انت هو الطبيب القطاع الخاص الوحيد اللي جا عندنا، يمكن ليناش ما نلبيوش الرغبه ديالكم، ولكن يمكن لك تمشي تشوف السيد المدير المندوب الجهوي المندوب ديال وزاره الصحه في مولاي رشيد، وطلب منه الراي ديالو باش 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 نفعلوا هذا الشيء. قلت ليه ما مرحبا كاين مشكل. مشيت فعلا عند السيد المدير المندوب المنطقه مولاي رشيد، قال لي رحب بي الله يجازيه بخير، قال لي ما دكتور ما كاين حتى مشكل، يمكن لينا نعطيوك نجمعوا لك المرضى وتجي تفتح ليهم، اما باش نديروا اتفاقيه شراكه ما يمكن ليش، ما محتاجينش هاد الساعه هادو لاتفاقيه الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص. انا حقيقه هاد الرفض هذا صدمني بزاف، انا ما عمري ما كنت كنتصوره، وتصور دابا طبيب ديال القطاع الخاص بغى يقدم لك الخدمات ديالو ديال 30 سنه مجانيه لاش باش نساعدوا هاد الناس الفقراء، هاد الناس المعوزين، هاد الكثافة السكانية الهائلة ديال سيدي عثمان مولاي رشيد اللي كتقدر بالملايين، واللي محتاجين للتطبيب، محتاجين للفحص، المواعيد وصلت 6 شهور حتى العام عباد الله، ما عندهمش طبيب اللي يفتح ليهم، عندهم طبيبة وحدة ديال وزارة الصحة اللي كتخدم وعندها الصحة قليلة، كتخدم غير سيمانة وكتجلس شهر، داير عندهم مشاكل كثيرة المسؤولين معاها الطبيبة هذه. مسكينه ما هذا هو جهدها. دونك حنا بغينا نعطيو يد المساعده لوزاره الصحه، لكن هذا السيد المسؤول الاول ديال السيد المندوب كان ليه راي اخر ديال مولاي رشيد كان ليه راي اخر، ما بغاش، قال لك رفض، قال لك ما حنا ما محتاجينش الشراكه، اتفاقيه شراكه بيننا وبين القطاع الخاص. المشكل ماشي في اللوجيستيك، هذا السبيطار هذا ديال مولاي رشيد فيه جميع الأجهزة وجميع الآلات ديال الفحص وديال التطبيب، وتا الجراحة عندهم الميكروسكوب، عندهم لاباري ديال اللازر ديال لافاكو، عندهم كل شيء. ما المشكل ماشي ديال اللوجيستيك، مشكل ديال الطاقم البشري ما كاينش اطباء، ما كاينش الناس اكفاء اللي يخدموا سميتو، والقرار وزيد عليه القرارات ديال السيد المندوب اللي جاحفه. قاعه الفحص عندي قاعه ليزكسبلوراسيون، الماتيريال كامل اللي احدث الاجهزه عندي في العياده ديالي ديال التطبيب وديال الفحص وجراحه العيون. ما نورمالمون اللي خاص ما محتاجش اتفاقية شراكة هو القطاع العام يمشي للقطاع الخاص، ومع كامل الأسف هادشي اللي كتير، كتلقى أطباء ديال القطاع العام كيمشيو للقطاع الخاص نظرا للربح، الربح، ونظرا لأنهم كيقلبوا باش يحسنوا الوضعية ديالهم. حنا بغينا نخدمو فابور، بغينا نخدمو القطاع العام فابور، حنا في قطاع خاص وما عندناش الوقت، عندنا التزامات مع المرضى ديالنا، عندنا التزامات مع مصحات، وبغينا نخدمو في القطاع العام
باش نساعده شويه، باش نلبي الرغبه ديال الوالده ديالي الله يرحمها، توفات هذه واحد 3 شهور 4 شهور، وكانت كتطلب مني باش نعاون الفقراء والمعوزين، وداك الشيء علاش قبلت انايا باش نقوم بهاد البادره هذه ونعاون شويه ما فيها باس. اذا خدمت مثلا شفت نص نهار شفت واحد 50 ولا 60 ديال الناس، وفتحت في السيمانه واحد 10 ولا 15، عاونت بها شويه مساكن الناس وخففت عليهم شويه من المواعيد طويله والمواعيد لا نهايه لها، ومساكن كيجيو لعندي العياده ديالي الناس معوزين فقراء كيعياو كيقول لهم سيروا 20 غشت، كيبقاو يتسناو ملي كيمشيو 20 غشت ما كان مع نظرا للضغط وظروف العمل وعندهم الناس كثار، ما كيبقاو يمشيو ويجيو يمشيو، كيجي هنايا مسكين هز 1000 فرانكات في يدي كيقول لي عافاك دكتور دوز ليا، كنبقى كنقول لا حول ولا قوه الا بالله، واش هذا السيد دابا هذا بحال هذا غادي نطبع فيه؟ السيد ما عنده حتى ريال في جيبو، وانا خصني نعطيه ماشي هو غادي يعطيني. كنبقى نشوف دونك هذا الشيء علاش قمت بهذه البادره هذه، وكنت كنتظر وكنتمنى من هذا المسؤول الاول هذا السيد المندوب يقوم ب بتشجيعنا ويعطينا يد المساعده باش نقوموا باش نعاونوا هذا الشعب نعاونوا هذ الناس مساكن الفقراء. لكن مع الاسف الشديد كان الرفض هو من هو الجواب ديال السيد المندوب، ها هو كما كتشوفوا الرفض ديالو ها هو مكتوب، لان انا كنهضر بحاجه مكتوبه طلبت منه باش يكتبها ليا، قلت ليه هذا الشيء اللي كتقول دابا قلت ليه يكتبوا، ما بغاش يكتبوا ولكن بززت عليه قلت ليه ضروري ما تكتبوا لان راه هذا الشيء اللي كتقول فيه راه خطير، هو يكتب ليا بان ما محتاجينش هذه الساعه لاتفاقيه شراكه. جاتني شكوك وشكوك لقيت لها السبب. السبب الرئيسي هو انه كان هناك طبيب في القطاع عنده في القطاع الخاص صديق ديالو كان كيهز المرضى وكيديهم لمصحات خاصه، وكان كيدير مسائل غير قانونيه. دايور كنا كتبنا به حنا الاطباء كتبنا بهذا الطبيب هذا، لان هادشي كيدير كيخرق القانون، ويمكن هادشي هذا هو السبب اللي جعلو يرفض هاد الاتفاقيه شراكه. كنظن ما كنظنش واش فكر لان تقلب على طبيب اختصاصي في القطاع الخاص واخا تقلب عليه في العالم تقول لي اجي خدم فابور في القطاع العام، ما كنظنش واش غادي يقبل. دايور درت واحد استطلاع راي وطلبت من الاطباء صحابي في جميع الاختصاصات كنسولهم كنقول لهم واش تخدموا في القطاع العام، كيبداو يضحكوا كيقول لك واش حنا عندنا حتى الوقت باش نخدموا في القطاع الخاص عاد غندوزوا للقطاع العام. وبالاحرى انا كطبيب درت هذا المقترح الفريد من نوعه، درتو للسيد المندوب اللي مليار في المية كون حطينا 1000 مندوب في بلاصتو غادي يقبل، وهذا السيد هذا مع الاسف الشديد طحنا في هذا المندوب هذا ما قبلش. الله يسمح ليه والله يعفو عليه من هاد المبادرات السيئه. انا كنسمعها هاد القرارات السيئه ديال اللي ما كت هاد القرارات السيئه اللي ما كتخدمش مصالح الشعب والفقراء. واش نقول لك كنعرف انا اكثر من النص ديال الاطباء 50% من الاطباء اللي كنعرف انا هزوا حوايجهم ومشاو لبلدان اخرى، كيقول لك عايشين مخير تما في البلدان الاخرى ما بغاوش يبقاو خدامين هنا مرتاحين نظرا لهاد بحال هاد المسؤولين هادو هما اللي كيجعلوا الناس يهاجروا يخليوا الكفاءات الطبية والكفاءات المهنية كيهاجروا البلاد ويخليوا البلاد تستنزف من الطاقات البشرية الهائلة. والطبيب في المغرب الحمد لله من النوع الممتاز اللي معروف عالميا كيشهدوا ليه الناس الكفاءات ديال الأطباء من في جميع الدول العالم الحمد لله ما عندناش مشكل. معلوم ده المرسوم وهناك مخطط صحي ديال 2025 الذي يسطر الخطوط العريضة لاستراتيجية صحية وطنية بمفهوم مبتكر يستقي مصداقيته من دستور المملكة الذي رسخ لمبادئ المشاركة والتشاور مع الفرقاء في تخطيط وتدبير الشأن العام. هذا السيد الوزير
الله يجازيه بخير، كنطلب منه مرة أخرى باش يعطي يد المساعدة ويساعد الأطباء القطاع الخاص يخدموا ويعاونوا شوية في القطاع العام، وحتى هاد المسؤولين المندوبين الجهويين، مندوبين ديال المراكز الاستشفائية، باش يتعاونوا مع أطباء القطاع الخاص باش يعاونوا هاد الشعب.